مساء الخير وحلقة جديدة من مراو عليها الكلام. اليوم اخترت لكم موضوع حساس وخطير برشا. موضوعنا اليوم العنف المسلط ضد المرأة، وباش نتناولوا القضية هذه تحضر معنا السيدة حليمة الجويني، ممثلة عن جمعية النساء الديمقراطيات. مرحبا بك. عايشك. مرحبا بك أكثر. عايشك. كما تحضر معنا السيدة رشيدة الكوكي، هي إحدى ضحايا العنف. عسلامة. عسلامة، شكرا. عسلامة. ونبدأ بك سيدة حليمة، أول سؤال نوجهه لك، أنتم عندكم مركز للاستماع للنساء ضحايا العنف، كنت حاول تعرف لنا النشاط متاع المركز هذا. احنا المركز هذا للنساء ضحايا العنف هو مشروع من مشاريع الجمعيه، من اول المشاريع اللي قامت بهم الجمعيه، تفتح من عام 93 اثر يعني بعد حمله وطنيه حول العنف المسلط على النساء، اللي هي كان الهدف منها هو كسر جدار الصمت حول هذه الظاهره. وطبعا بعد الحمله ذي شفنا أنه الانتظارات النساء، يعني كنا حتى تفاجأنا بعدة أنه مكالمات والناس اللي جاونا والنساء اللي جاء توجهت لنا للمهد، وفهمنا اللي الظاهرة ذي يلزمها نساء في حاجة باش يحكيوا عليها، نساء تعيشها في صمت في عزلة، وأيضا هناك يعني عدم وعي بالقانون. فتحنا المركز هذا في 8 مارس 93 لمساعدة وتوجيه النساء ضحايا العنف، وإحنا نقوم بالإنصات. المرحلة الأولى هو الاستقبال والإنصات للنساء ضحايا العنف كفضاء، يعني فضاء حرية للمرأة. وأيضا نعطيه الخدمات، نقدم خدمات وهي التوجيه القانوني، الدعم النفسي، والمرافقة القضائية في حالات صعبة. ما فماش يذهلي شكون باش يدافع عن نساء أكثر من نساء؟ يعني أكيد أنتم جمعية نسائية. أحنا جمعية بالطبيعة تدافع عن الحقوق الإنسانية للنساء، تناهض في كل أشكال التمييز والعنف المسلط على النساء، يعني تطالب بالمساواة الفعلية والتامة بين الجنسين. وإحنا توا نطالبوا في الوقت هذا بالذات، وقت صياغة الدستور بدسترة حقوق النساء والمساواة وتضمين الدستور الجديد المساواة الفعلية والتامة بين الجنسين، وأيضا المساواة والتساوي في الفرص والكفاءات. نعرفوا اللي الظاهرة ذي حتى فما يعني فما حالة تطبيحة، يعني فما الناس برشا مازالت في مجتمعنا وفي مجتمعات عدة، مش حتى راهي خاصة بالنساء ولا بالمجتمعات العربية، لكن هي ظاهرة ترتكز على فكر أبوي، فكر يعني يستغل يعتبر أنه المرأة هي الدنيا، هي في العنف سواء كان مادي او نفسي أشكال او جنسي. العنف هذه معناها اللي هنا كنت تحاول انت تعرف لنا الاشكال نتاع العنف. العنف كما مش انا بركا نعرفه، تعرفوا حتى المواثيق الدوليه لحقوق النساء، واساسا منها واهمها الاعلان العالمي الصادر عن منظمه الدولي منظمه عن الجلسه العامه لمنظمه الامم المتحده، اللي هو يقول هو كل أذى سبب أو يمكن أن يسبب أي أذى مادي نفسي أو جسدي، سواء كان هذاك في الفضاء العام أو الخاص، وعلى الدول يعني كلها باش تاخذ كل التدابير لحماية النساء من هذه الظاهرة. ذي التعريف للعنف المسلط على النساء، أي هو عنف أو هو اعتداء أو أذى يعني يتسلط على المرأة لأنها امرأة. فهناك العنف الجنسي، يمكن أن يكون جسدي مادي أو نفسي، ويمكن أن يحرم من المرأة من أدنى حقوقها، سواء كانت حقوق مدنية وسياسية أو حقوق اجتماعية وثقافية واقتصادية.
فهناك يعني العنف الاقتصادي، العنف المادي، العنف النفسي، ذم الكلهم. وفي الحق والمركز متاعنا ماهوش مخصص في نوعية واحدة للعنف، ولكن ناخذوا العنف المسلط على النساء لأنها يعني على أي امرأة لأنها امرأة. نعم، احنا معنا السيدة رشيدة الكوكي، هي إحدى ضحايا العنف. السيدة رشيدة، كانت تحكي لنا كيفاش كانت التجربة متاعك، شنو هو العنف اللي تسلط عليك بالضبط؟ أنا كنت نخدم مع عائلة عادية، خدمت معهم عدة سنوات معناها طويلة وكل، وبعد بنتهم خذيت ولد طرابلسي اللي هو ولد منصف طرابلسي. مع طول المدة قعدت عايشة معهم غادي، معناها هي سلمتني، أي معناها الأم عطاتني للبنت مشيت نخدم معاها. قعدت معهم بريسك معناها باش نحكي لك من الأول، معناها الأول عائلة عادية، معناها في باليش اللي هو معناها ولد طرابلسي. ما خباو عليك؟ اي خباو عليا من الأول. من بعد كي معناها فترة الحبالة نتاعها كي بنتها، بديت الأمور معناها تمشي نورمال عادي. كي هي ولدت جبت وليد وتعب شوية، عرفت اللي هي معناها من عائلة واصلة، ما نعرفش شكون هما العائلة. معناها أنت تسكن عندهم وماكش عارفة؟ ما نعرفش شكون هما العائلة. مع طول المدة اكتشفت أنها معناها يقربوا لبن علي، ليلى بن علي. بديت حاسيلو ولدها من الأول نورمال عايش عادي، لفترة أنه وصل عام ونص عامين حاجة كما هكا. معناها ظهر اللي هو مريض مرض أوتيست، اللي هو المرض ذا مرض توحد. حاسيلو مع طول الفترة ذي الكل بديت هي الأمور تتعكر بيناتنا أنا وياها، وبما أني أنا شلقت بهم اللي هما العائلة شكون، معناها حبيت نخرج من عندهم، عاش نحب نكمل عندهم. علاش ما حبيتش تخدم عندهم؟ هما وقتها معناها العائله المالكه بريسكو. اللي انا خفت من الاول، معناها حسيت روحي دخلت بلاصه ما ماهيش نتاعي، فهمتني؟ واللي صار لي معناها الاحساس اللي حسيته هو اللي طلع صحيح. مع طول الفتره ذيك الكل وولدها المريض، وديجا شلقت بيه معناها مده بعيده اللي هو مريض، هزته لفرنسا وداوت وشفت على المرض نتاعو. طالب اللي انا باش يلزمني الطفل هذاك نتبنى بعد عليه، خاطر هو المرض نتاعو يكونوا ميكم عبد اكاها، ومعناه اللي قريب له اكثر حاجه. القاني انا اقرب له من امه، خاطر امه تخليت عليه تلاهي بالبروجيات وبالسهريات وهذا ما كل. حاسيلو بعد المده هذه كله رجعت لتونس، وتعرف اللي ولدها مريض ويطلب ان الرعايه منها هي، انا الحنين تاع الام يعني كأم يعني يعني صح. هي ذي الكل ما عملتوش، وانا معناها هما غادي في فرنسا، ما نعرفش انا هم يحكيو بالفرنسي، مي انا ما نعرفش شنو هما قاعدين يحكيو بالضبط، معناها ما نعرفش نوصل المعلومه. نفهم. سافرت معاهم يعني؟ اي سافرت معاهم، ومعناها بعد عام ونص هكاك، عامين ونص من ولاد ولدها. ما نعرفش هما شنو معناها المعلومه اللي انا باش نوصلها، انا نوصلها مع امها خاطر معانا مع بعضنا احنا، ونقولها قولوا لي انا نحب نخرج، كيفاش نجم معناها نتخلص من الحاله ذي تاع ولدها، نحب نبعد عليها شويه. ما متعلق بيك اي متعلق بيا برشا. بعد كي رجعنا لتونس اللي هو كتب رابور، ما نعرفش ني كتب انا بالضبط، خاطر انا مانيش قاري طبيب تاع فرنسا، ما نعرفش شنو كتب بالضبط. انا كي وصلت لتونس عندنا طبيب مباشر نتاع ولدها، خذيت الورقه من الدوسي وعطيتها للطبيب، قلت له اقرا يقول لي شنو معناها شنو الرابور هذا بالضبط. قال لي راك انت يلزمك تتبعد على خاطر هما ما فهمونيش، حتى حد يقول لي الحقيقه. قال لي راهو لازمك تبعد على الطفل والحاجات اللي انت تقدم له، فاهم؟ لازمك تعطيهم للام للبول اي شخص كان، المهم انت ما تقدملوش حد شيء. علاش؟ على خاطر باش انا من هنا نخلي عبد اخر يتلهى به اكثر، معناها الطفل هو ذاك ما تحبش تحمل مسؤوليته معناها. ليه؟ انا متعلق بها هي يعني. اي هو متعلق بيا انا من الاول، اما انا نحب نحي المسؤوليه ذيك باش نلقى حريتي شويه. حاسلو ما حتى حد، انا نحيت الاتجاه هذاك، ما لقيت بعد اللي انا نعم في غلطه اخرى، اللي هو يكون ميكي مثلا مع نمشي المانيج مع الحيوانات مع بيسين، انا نهزلو فاهم، انا حيت مثلا هو يحب البيبرونات يحب الشوكولاته يحب الدراجنا، هذوما كلهم ما يحبهم يحبني انا نقدمهم له. انا نحيتهم، عرفت لشكون نعطي معناها يقدموا له.
انا داويت روحي من بلاصه لقيت روحي نعم في اخر من بلاصه اخرى. اليوم انا هذوما هما تعكرت الحاله بيني انا وامه، رفضت معناها ان تحمل مسؤوليه ولدها. ايه هيك هو من بعد بديت المشاكل ما بيناتنا، بديت كل مره تتسبل عليا في حاجه، تمشي تسهر وتجي تقول لي ما رضعتوش، ما بدلتلوش. قداش كان عمره الصغير؟ عمره هكاك في العامين وما باسك، مازال ما غلقش 3 سنين. هو ديما تتسبل عليا، بديت معناها من الاول بالالفاظ نتاعها، ديما تقول تتقبح، ديما تقول كلام خايف معنوي. بعد بديت هي اول ما بديت مدت عليا يدها ضربتني، انا ما عجبتنيش الفازة ما قبلتهاش. نقول لها خل نمشي على روحي، تقول لي لا، معناها انت لهني باش تقعد تحت سيطرتي، معناها تقعد مع ولدي. ما لقيتش بها وين انا تحملت ما عادش نرجع. تشوف اي حاجه تصير سبحان ربي الكمال ولله، اي غلطه تصير ديما نتحملها انا، اي كيس يتكسر ديما نتحمله انا، بالرغم معايا بنات اخرين ما يقعدوش يراو المشاكل بيني انا ويا ما يقعدوش. بعد مده طويله بديت معناها تضربني وتهزني لمنطقه كارتاج يضربوني، ومعناها يخلوني صح على حاجات انا ما نعرفش شنو هي، عده مرات مش مره مش اثنين. ما تقراش معناها انت المحضر اللي يكتبوه؟ لا، هما يقعدوا في بيرو، نمشي انا ساعه تهزني كلوار، يهزوني العوين يضربوني في كلوار، وبعد هي تقعد في بيرو نعرفش تحكي هي ورئيس منطقه ولا كاتب ولا نعرف شنو، مع هذه نرجع نجيبش نصح ان انا نعمل هكا نخزر للكيش ونكتب ويضربني. ما نقراش، ما عنديش الحق. تمنعت من عائلتي مده 5 سنين، ما نمشي لهمش، لا نعرف عليهم، التليفون ممنوع، كل شيء ممنوع، معناها ما عنديش الحق باش نتصل. عبده يعني، وكانك جاريه عايشه عندهم. اي هكاك معناها انسانيتك معاهم. ما عنديش الحريه جمله. ما عنديش حتى مرتب يظهر لي باللي يبعثوا للدار. لا ما تعطينيش، انا ريت تعطيني شهريتي نخبيها عندها، خاطر بما اني ما نخرجش والكل نخبيها عندها. كي تصير عركه بيني وبينها سي تمشي على روح هذيك، ما نخذش. انا حتى الفتره اللي انا دخلت للسجن، معناها التعذيب هذا الكل اللي تعديت عليه وكل الفترة اللي تعديت. انت حرقت لنا المراحل، كيفاش دخلت للسجن؟ انا من الاول صارت مشاكل بيني وبينها هي والطباخه والفم دي ميناج اللي تنظف غادي، خاطر انا كنت من الاول يعني انا راعيت الدار، ومن بعد سلمت الطفل، وبعد هي زادتني بنات اخرين هما اللي هين بالدار والتطبيخ وكل شيء. قاعد لك كان قاعد لي كان الوليد. بعد المشاكل هذه كلها قالت لي، جاتني نهار قالت لي تعاركت مع البنات صحتتهم، قالت لي اجا كامل انت الخدمه. قلت لها انا ما نجمش نكمل حاجه ما بديتهاش. قالت لي في معناها بديت تقبح فيا وتقول لي انت فيك فموت تتكلم هك. قلت لها مدام ما عادش نجم، معناها سيبني خليني نمشي على روحي. لا ما ضاميش من هذه، في اعياد ما تسيبنيش، وهي بريود وقتها ما بين العيد الصغير وبين العيد الكبير. قلت لها راني انا ما عادش نجم، نحب نمشي على روحي. هربت انا، جبتني الفرقه تاع الداخليه. هربت ورجعوك؟ اي رجعوني بالقوه. نمشي نكتريحها في معناها تقول لي لي قاعده تتكلم في عائلتك، انا ما عنديش منين نتكلم مع عائلتي بما انك انت حاصرتني من الدنيا الكل. نمشي نقول لها مدام برا امشي اجبد الفاكتور تاع التليفونات، تلقى لي ما تكلمت حتى حد. تصور انت حتى تكلم لي عائلتي تبدا حتى لو بارلور باش تبدا تسمع معايا. معناها ما ثمش ثقة، ما ثمش ونعرفش. بعد الفترة ذيك الكل هي ديما تتسبل عليا، ديما تتسبل عليا. خسرت انا نهار قلت لها مدام، قالت لي انا ما نبرد على قلبي الا ما نحطمك. قلت لها معناها ما عندي شنو باش تحطمني. قلت لها لا، ما كان معناها ثم حاجة الواحدة، يا باش تقتلني يا باش حاجة باش تهزني للحبس. قلت لها مدام هزني للحبس، خاطر عييت فديت بالحق، عانيت ما عادش نجم. طلبت منها انها تهزك للحبس؟ اي خاطر انا خيرت الحبس على اني العيشه اللي عايشتها، خاطر مأساة لي انا كنت عايشتها مش كما انا نحكي كما انا كنت عايشتها. وبعد ما قدمت بيا شكوى، انا صار ساعه كوب سركوي في الدار، صار لها كوب سركوي في دار امها، جيو حاسيلو تحرق البرتمان، وجيت الشرطه الفنيه وقالوا لي هو كوب سركوي، وثلاثه خبراء يقولوا كوب سركوي. مي ثانية ما نعرفش، خاطر هي عندها برشا أعداء، هي واحدة من الناس. من نهار اللي جاو يحقوا شرطة غادي في الدار،
هو خزرولة قال له مدام عندك شي أعداء؟ هي قالت له ملي مش كون مش يتكلم في الوقت ذيك، قل لها راه عندها حتى حد ما ينجم يتكلم، حتى حد ما ينجم. هزيلو أنا في الوقت كي هربت أنا من الدار، ما اختارت لي حاجة الوحيدة أنها باش قدمني للحبس. أي معناها قالت أنت اللي ارتكبت والتهمة ركبتها لي لي أنا، لبستها لي لي أنا، وتعديت أنا بالإضرام حريق في محل مسكون، وعطاتني أقصى حكم. قداش حكموا عليك؟ حكموا علي حكمت معناها بيان سيغ هما حكموا حكموا عليا مؤبد في الاثنين مرتين، في كل برتمان خذيت عليه مؤبد. خي هما قداش من برتمان؟ هما دو، هما اثنين. خذيت عليه مؤبد من الفترة اللي عشتها في الحبس. نفسانيتي تعبت 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 على الاخر. كان فما عنف في الحبس؟ لا ما وصاتش عليك انهم يزيدوا يعنفوك في الحبس؟ لا ما عملت لي حاجة أخرى، انقطعت لي زيارة، منعتني على الزيارة. منعتني الزيارة ما يزورونيش عائلتي، عائلتي مهددين. أنا بقيت فترة أنهم عائلتي تمنعت على زيارتهم، كي أنا اتصلت غادي بسجن قالوا لي راه عندك رفض بالزيارة. دارنا مهددين من البر. أنا كي جيت نحكي وقتها مزاروني دارنا في الثورة، كي حكيت معاهم قالوا لي راهو احنا ما نجموش نعملوا حتى شيء. قالوا لنا راه كي تمشيو تزوروها راه احنا باش نخلطوكم عليها، معناها ما نجموا يعملوا حتى شيء. دارنا دار بابا تنحات، بابا عنده دار خويا معناها، وبابا شيرين دار في سيدي حسين تنحات. خذوها لكم؟ خذوها هما. إيه بعد الثورة شنو اللي تبدل في الثورة؟ يعني كسمعت بالثورة شنو حسيت؟ حسيت لي أنت ممكن يقع إنصافك؟ والله شفت هذي الكل. أنا ممكن بيني وبين نفسي خممت فيه هذي أنه باش ثما شكون باش ينظر لي، وثما معناها ثما عبيد اللي باش يحنوا عليا. وبعد ساعات نقول لي خاطر انا ما صدقتيش الحكايه، ما صدقتش اني صارت ثوره واني هما مشي، ما صدقتيش انا حتى انا ندور توا في البلاد ومش من مستوعبه خاطر انا ما عشتش حتى الثوره وتمنيت اني عشتها. ليه ما هاي النتائج نتاع الثوره وصلت لك اللي انت تحررت؟ أي لولا صحيح. الثوره يعني ما كنتش تحررت. صحيح هو يرحم هو يرحم والدي. معناها جمعيه هذه تاع النساء ديمقراطيات هي اللي بعد معناها الثوره كيفاش خلطوا أمو على دوسي من دوسياتي، خاطر دوسي واحد تذكرني. او باش نشوفوا معاهم كيفاش تناولتوا، كيفاش وصل لكم الدوسي نتاع الانسه رشيده؟ احنا والله من اوائل الثوره، يظهر لي في شهر فيفري، حوالي شهر فيفري، وجاو برشا نسيت ونسيت وجهوا للجمعيه، حتى اللي كانوا يسمعوا بها وكل جاو برشا توجهوا للجمعيه. لكن نهار من نهارات ضغط علينا المراه هكا، هي مش كبيره لكن مدمره حتى في يعني تعبه من يعني التعب. حكيت لنا الحكايه، احنا ما صدقناش، لكن قالت راني انا نمشي من قدام السجن ومانيش عارفه اش باش نعمل، شكون نتوجه الكل. فما يظهر لي صحافي ولا راجل مواطن عرضها وقال لها امشي للجمعيه هذه. جيت وبدينا ديجا لقينا ديجا فما القضيه الاولى، حتى التعقيب بعد الثوره اكد يعني التهمه المنسوبه لها، وزاد اكد حكم المؤبد. قالنا يعني الأجيل في التكسير يعني الحكم الثاني في التعقيب، وطلبنا لها يعني احنا حتى في 8 مارس كي طرحنا القضيه حتى على السيد رئيس الجمهوريه المؤقت ووعد بالكراس، لكن نظرا لانه مادام مازلت ما منشوره في التعقيب في طور التعقيب استنينا للي استوفت الاجراءات القانونيه. نعم. يلزم يكون حكم بيت نعم. و25 جويليا كي صار الحكم بيت زدنا حركنا حكايه، مازلت انه يعني كان حكايه العفو الخاص وهذاك. وبالنسبة لي العائلة الكل كانت ضحية عنف، يعني فما ضعف فما ضحايا أوليين كما هي رشيدة، ولكن فما الضحايا الثانويين كما الأم اللي صار فيها اللي تهديدات. حتى في الشهر هذاك وقت اللي جينا للجمعية تقول لي راهم يهدوا فيا من التاكسي، ولحد الآن يعني ما نعرفوش أمن هالعائلة هذه
موجود ولا لا. مرات تقول لي استوى معناها ما نعرفش. انا في اخر مره شفت ام رشيده في شهر 8 مارس وقت اللي عملنا حاجه العداله الانتقاليه وحقوق النساء، ونعتبر اللي القضيه اللي واجهتها العائله هذه هي من تدخل في مشمولات العدل الانتقالية، على خطر وقع استغلال نفوذ أكثر من لازم. يعني الناس حرموا عليهم كل حتى التنقلات، يعني حتى باش تتنقل في تونس ولا بعد ما باعوا، يعني الأم تقول لي كانوا عندي هويشات بعتهم باش نشري الدار باش نقرب بلكشي، كي نقرب لتونس هنا في سيدي حسين بنتي تنجم تجيني حتى بالتاكسي.